مستشفى الشلاتين المركزي واحدة من المستشفيات التابعة لمديرية شؤون الصحة بالبحر الأحمر، بتقدم الخدمة الطبية لأهالي منطقة الشلاتين ومثلث حلايب وأبو رماد. المستشفى فيها العديد من الإمكانيات الطبية، فيها قسم داخلي مجهز بكامل التجهيزات الطبية، 18 سرير بالإضافة لقسم نساء وتوليد، بالإضافة لوحدة عناية مركزة بها 4 سراير عناية وسرير خاص بالعزل، بالإضافة لوحدة حضانات، بالإضافة لوحدة الغسيل الكلوي، ووحدة الغسيل الكلوي فيها 5 ماكينات غسيل بتقدم الخدمة أيضا لأبناء المنطقة من المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن. أيضا في خدمات المعمل، عندنا معملين، معمل خاص بالتحاليل الطبية الكيميائية ومعمل خاص بالطفيليات والأمراض المتوطنة. أيضا خدمات الأشعة، بنقدم خدمة متكاملة في قسم الأشعة، عندنا وحدة الأشعة المقطعية، أشعة المقطعية بالصبغة، عندنا وحدة الأشعة العادية، عندنا أيضا وحدة الأشعة والموجات فوق الصوتية السونار، بالإضافة طبعا لقسم الاستقبال والطوارئ اللي مجهز بعدد 18 عدد 8 سراير بالإضافة ل6 سراير في قسم العزل، بتقدم خدماتها على مدار ال 24 ساعة لمصابين الحوادث والمترددين على المستشفى. مستشفى الشلاتين المركزي حدث ليها تطوير شامل في البنية التحتية والتجهيزات، وأعيد افتتاحها عام 2016 بعد عمل تطوير ليها للمباني وعمل المبنى الجديد للمستشفى أيضا، وتجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة واللي تم وضعها في المستشفى وافتتاحها في عام 2016، وتم تزويدها بعدد لا بأس به من الكوادر الطبية سواء التمريض أو الأطباء أو الفنيين. المستشفى بتقدم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى من خلال العيادات الخارجية اللي فيها العديد من التخصصات، تخصص الأمراض الباطنية وتخصص الأمراض الصدرية، تخصص الجراحة العامة، تخصص جراحة العظام، تخصص النساء والتوليد، عيادة الأطفال والأطفال المبتسرين، عيادة الأمراض الجلدية، عيادة النساء والتوليد، عيادة الرمد، وعيادة الأنف والأذن. أيضا هناك في المستشفى 3 غرف عمليات، غرفة عمليات صغرى بالإضافة لعدد 2 غرفة عمليات كبرى بيتم فيها إجراء الجراحات سواء الجراحات الدقيقة أو الجراحات اللي بتحتاج مهارة خاصة عن طريق مجموعة من الأطباء، حيث تم التعاقد مع مجموعة من الاستشاريين بالإضافة لتواجد أطباء بروتوكول جامعة الأزهر من السادة الأساتذة أساتذة الجراحة اللي بيقوموا بالإشراف على تلك العمليات وتلك التخصصات. مستشفى الشلاتين المركزي باستمرار بتشارك في جميع المبادرات الرئاسية اللي بتقدمها الدولة من أجل النهوض بالرعاية الصحية للمواطن، كان أولها مبادرة العلاج فيروس سي والكشف عن فيروس سي، مبادرة الكشف عن الأمراض السارية والأمراض المزمنة، آخرها مبادرة اكتشاف الأورام وأورام الثدي بالتحديد، أيضا مبادرة بداية لاختصاص السيد رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة المستشفى شاركت فيها. أيضا بيتواجد العديد من القوافل الطبية التابعة للجامعات والجمعيات الخيرية والأهلية اللي بتتواجد بصورة دورية هنا، عندنا قوافل بتيجي من جامعة المنصورة، جامعة عين شمس، جامعة الأزهر، كل دي عن طريق قطاع خدمة المجتمع والبيئة في تلك الجامعات بتيجي هنا وبتقدم العلاج وبتقدم المشورة وبتقدم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة.